يا أخي أنا وين والمشاكل وين؟ هذولا ألعبوا مخة، جاء قال لنا أنا أبا أروح العمرة، وبعد يومين يكلمني بالتليفون يقول أنا رايح أجاهد وادعوا لي بالاستشهاد. مين حالك في الجاهد معه؟ ورأي لك طريقة ترجع ابنك؟ الحين أقول لك حنا عائلة معروفة بالولاء والوطنية، وأنت تقول لي صر إرهابي وما إرهابي. ما وين قلت لك صر إرهابي؟ لحد ما توصل لساحة اسمها ساحة إعدام المنافقين. ساحة شو؟ ساحة إعدام المنافقين. هنيك في قهوة صغيرة. تسأل عن ابنك يمكن تلاقي. أبتاه! حبت الله! أبت ولدي يا حبيب! ولدي يا حبيب! ما شاء الله! هذا الشبل من ذاك الأسد! إن أباك أبا عبد الله أبانا جميعاً! ونسأل الله أن يرزقه الشهادة في القريب العاجل! آمين! اللهم ارزقه بالشهادة! يا ولد! يا ولد! شو فيك على الولد؟ وقف وقف! هذا سلمك الله مسكوه يسمع موسيقى. البشارة! البشارة يا شباب! أسرنا مجموعة المنافقين كانوا يسوقون شاحنات وكلهم كفار، وديناهم لأبو سراقة وقرر يسوي حفلة إعدام جماعية هالحين! الله أكبر! الله أكبر! يلا هيبة حفلة الإعدام الجماعي. ترى ما جتني بطاقة دعوة. الحين زواج، حفلة إعدام جماعي لكل المجاهدين. وش سوها هالضعوف المساكين؟ حلال كفار وينفع فيهم الذبح. أبيك تكرمني وتخلي أبوي يذبح له واحدة من هالكبرة. ونعم. إيش قاعد تقول أنت؟ مولد. بس هذه ترى هذه تسمى واسطة، أنت قاعد تتوصل. لا لا لا، هذه جزاك الله خير تسمى واسطة خير. إيش تبي بس؟ اختر. وش اختار؟ الله يطول عمرك، يعني أذانها صغار. صغار. إي والله. طب هذا اللي قدامك؟ هذا إيش اسمه؟ اصلا بنخلص الموضوع ده كله الحين. بصراحه هذا ابو عبد الله انا ما مرتاح له، احس جاسوس او شيء اخر. بس قضيه الجهاد اللي قال لي عليها ما داخله مخي اطلاقا. احتمال يوجه لك اعدام. لعبوكم لعبوكم، انتم ما عندكم جلد سجن كلش اعدام اعدام اعدام. هذا شرع الله. لا والله هذا شرعكم انتم. وش تقول؟ بدل ما راح تموت موتة شهيد، راح تموت موتة نذل وجبان. ارجوك